السلام عليكم بنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، جيت نشارك معكم الشهدية محمضة. كتجي البنات غزالة، الوليدات كيحماقوا عليها. هانتوما عندي الليمون هنا، دايره القرعة ديال الدجاج جامد. هانتوما كنشقوه على شكل زيتون، هانتوما الماء راني درتو على البوطا يطيب مزيان. وكنديروا للبنات شويه ديال الملحه، عندي نص كاس ديال الحامض، والحامضه عصرتها وصافي، راني ما صورتهاش معاكم. هانتوما كيجي غزال. هذا درتو في زليفه، دابا نديرو في جبانيه ونشد عليه. هانتوما البنات ضروري من المطايب. هانتوما هذا اللي في زليفه، دابا نقفل عليه. وكيجي البنات محمض زوين. هانتوما هو بدا يتشقى وتبارك الله بدا يبان. هانتوما شتي كيفاش ولا؟ ماشي هو كيعطي اللون وكيولي بحال شكل الزيتون تبارك الله. وشكرا البنات على التعليق ديالكم الزوينه. هانتوما شوف كيف كيبان تبارك الله، ملي كدار له الماء والحامض. هانتوما شتي كيعطي المنظر وكيجرطب محمر. شكرا ليكم خارج المغرب وداخل المغرب، يمشي تشجعيني. شكرا لكم بزاف، مرحبا بكم اللي دخلوا عندي جداد. هانتوما شوفوا كيف جا البنات غزال محمض ورطب الطريقه. البنات كيحماقوا عليها الوليدات. ما تنساونيش البنات نبارطاجي مع الحباب والصحاب والابوني باش يوصلكم الجديد. ثم البنات رجعت معاكم، صوب معاكم العصير دي هنا الشهديه. هانتوما البنات هانتوما الشهدية طايبة مزيان. هانتوما البنات عندي كارتون الحليب، عندي هنا كاس ديال دانون. اللهم صل على النبي، صلوا على الهادي، ما يشفع في هذا العبد الا محمد. دانون البنات ديال الفريز. وهاد العصير كيجي البنات زوين. هانتوما كنكبروه شويه بشويه. سكر البنات على حسب الذوق. هانتوما كنخلط شوف بالخلاط.
كيجي هاد العصير زوين البنات. نتمنى من الله البنات جربوه، تردوا عليا الخبر في التعاليق. هانتوما البنات كيجي خاطر البنات، شكرا البنات. نمشي جاني من الجزائر، كنا خاوة خاوة بالعداوة. هانتوما البنات شكرا لكم بزاف. عندي كاس دانون واحد اخر، هانتوما جوج كراتن د الحليب وجوج ديال جوج دانونات او السكر البنات على حسب الذوق واحد و ما درت ثلاثه د المعالق ثلاثه د المعالق نتوما على حسب الذوق كل واحد شنو كيبغي. هانتوما البنات جغزال البنات هاد العصير جغزال، هانتوما البنات شوفو كيف جا، جا عاقد البنات. راح نكبو معاكم تشوفو، بالصحة والراحة البنات وشكرا لكم بزاف. هانتوما جا البنات عاقد، جا بحال الشكل ديال دانوب. هانتوما وبالصحة والراحة.